الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الكتاب 46، كتاب الفضائل. في حاجة اسمها فضائل وفي حاجة اسمها فواضل، ايه الفرق بينهما؟ نقول اللهم عرفنا بفضائله وفواضله. لما نقول في الدعاء، لما نقول عرفنا بفضائله يعني سيدنا محمد وفواضله، ايه الفرق بين الفضائل اللي هي جمع فضيلة وفواضل جمع فاضلة او فضلة؟ الفضائل ما تعلق بالذات، والفواضل ما تعدى منه الى غيره من فعل الخيرات. فهمت؟ يبقى الفضائل ما كان في ذاته، فهي ذاته ممتلئة فضائل، ثم بعد ذلك فاضت منه من فضائله فواضل. يبقى الفواضل ما يفيض من الفضائل على سائر الخلق. فهمت بقى الفرق؟ يبقى الفضائل ذاتية والفواضل متعدية تتعدى للغير. فهمت بقى؟ يعني لما يبقى إنسان غني في ذاته، غني ثم بعد ذلك ينفق على غيره، يبقى غناه يسمى فضيلة، ونفقته على غيره يسمى فضلة. فهمت بقى الفرق بين الفضائل والفواضل؟ وكثيرا من العلماء على فكرة لما يجوا يتكلموا في كتاب الفضائل يأتوا بالفواضل أيضا. فهم؟ وعلى شك كده غالبا إذا قال مثلا كتاب الفضائل فهيقول لك في وسط الفضائل فواضل. فهمت بقى؟ يعني لا يفرقون كثيرا في المعنى من حيث إيراد اللفظ، وكأنها إذا انفردوا اجتمعوا في المعنى. لو قال فضائل وسكت يبقى هيجيب لك الفضائل والفواضل، وقال فواضل وسكت يبقى هيجيب لك الفضائل والفواضل، ولو قال فضائل وفواضل يبقى ميز بينهما. يبقى إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فهمت بقى؟ باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتسليم الحجر عليه قبل النبوة بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 77 بعد 6000. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي ومحمد بن عبد الرحمن بن سهم جميعا عن الوليد. قال ابن مهران حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن أبي عمار شداد أنه سمع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وشكل أي في الرواية الثانية: فأنا خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. وقال في رواية أخرى: ما تفرق الناس فرقتين من لدن آدم إلى أن وضعتني أمي إلا كنت في خيرهما صلى الله عليه وسلم. والخيرية عند الله إيه؟ بالتقوى. أكرمكم عند الله أتقاكم. يبقى لابد أن يكون أباء النبي من لدن آدم إلى أن وضعته أمه ناجين من أهل التوحيد وأهل الجنة، لأن الخيرية عند الله لا تكون إلا بالتقوى، فلا بد أن يكونوا هم أتقياء كل عصر شهدوا. وبالتالي أجداد النبي هم أقتاب كل عشر،
عصر. يعني عبد المطلب جد النبي كان قطب زمان، ثم لما أنجب عبد الله صار عبد الله هو قطب زمانه فأنجب النبي، وكذا هاشم كان قطب زمانه، وهكذا. فكانوا أجداد النبي كلهم من لدن إسماعيل إلى أن وضعته أمه أجداده كلهم أقطاب، أقطاب عصرهم، يعني أفضل عصرهم إيمانا. بعضهم كان غير مكلف لأنه لم يكن هناك تشريع، لكن كانوا مؤمنين. هناك فرق بين الإيمان وبين التشريع. يعني أقول لك، يعني كانوا بيصلوا؟ لا، ما كانش في تشريع، فهمت؟ لكن كانوا مؤمنين موحدين، لا يشربون الخمر، لا يزنون، لا يسجدون لصنم. وعلى شكل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت من نكاح ولم آتي من سفاح من لدن آدم إلى أن وضعتني أمي، لم يمسني من سفاح الجاهلية شيء. ما فيش زنا، ما عرفوش الزنا ده، فهمت بقى إزاي؟ كل أجداد النبي وأبوه ناجين، أقطاب عصورهم، فهمت بقى؟ دي نقطة مهمة لازم ناخد بالنا منها، لأن وإلا يبقى مش هنفهم هذا الحديث. يعني الوهابية مش فاهمين هذه الأحاديث، لأنهم ادعوا أن والد النبي وأمه في النار، وهذا ادعاء كاذب باطل. إذا كان رحمة للعالمين أفلا يكون رحمة لآبائي وأجدادي؟ إذا كان هو رحمة للعالمين من باب أول. ثم يدعون ببعض الروايات العجيبة الغريبة بفهم غريب، في روايات صحيحة لكن يفهمونها بفهم غريب. يقول مثلا للرجل الذي قال له: أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فبكى الرجل وهلع، فالنبي عشان يطيب خاطره قال له: أبي وأبوك في النار، عشان يطيب خاطره. فيقول لك: آه، قال أبي أهو. طب وأبي لما يقولها يتيم يقصد عمه أبو لهب، ويكون صادق، ليه أنت تخليها عبد الله؟ إذا كان بنص القرآن: تبت يد أبي لهب وتب، وأبو لهب عم النبي، ومعلوم أن اليتيم يقول للعم أب، ويبقى النبي كلامه صادق، ليه تخليها عبد الله؟ هو قال والدي؟ ده قال أبي. فرق بين الوالد والأب، فهمت؟ خصوصا أن الله سبحانه وتعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال: لتنذر قوما ما أنذر أباهم من قبل. فكيف يعذبوا ولم يبعث فيهم رسول؟ وبالتالي أبيه وأمه ناجي. وكذا عبد المطلب، عبد المطلب لم يسجد لصنم قط، معروف. ولما راح يطلب يقابل أبرهة قال له: إن للبيت رب يحميه، ما قالش للبيت أصنام تحميه، ما قالش كده. ولما خد النبي عشان يطوف بيه بعد ما اتولد قال: أعيذك بالواحد من شر كل حاسد، معروفة. كانوا كلهم مؤمنين أجداد النبي، فهم؟ نيجي بعد كده لأبو سيدنا إبراهيم، لأنه أبو سيدنا إبراهيم يعتبر أبو للنبي، والد سيدنا إبراهيم، لأن سيدنا إبراهيم جد النبي، أبو إسماعيل. في القرآن بيقول: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما، فيقول لك أهو يبقى في واحد من أجداد النبي هو بيتخذ أصناما، نقول له: لا، ده أبو إبراهيم عمه غير والده، لأن إبراهيم نهي عن الاستغفار لأبيه. لما تبين له أنه من أصحاب الجحيم نهي عن الاستغفار لأبيه. ثم لما بنى الكعبة وعنده فوق 90 سنة قال إيه؟ رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قال: رب اغفر لي ولوالدي، يبقى بيستغفر لوالديه ونهي عن الاستغفار لأبيه، فدل على أن والديه غير أبيه. واضح؟ يبقى أبيه آزر عمه آزر. طب وأبوه مين؟ تارح، كان مات من زمان، واللي رباه آزر. زي ما النبي كده مات أبوه ورباه مين؟ جده أولا ثم عمه ثانيا، مش كده برضه؟ نفس القصة. وبالتالي يبقى آباء النبي وأجداده كلهم ناجين بإذن الله. يتحدث الرواية في أم نبينا أن نبينا صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور أمه فأذن له، ثم قال: استأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. قالوا: أهل تبقى كفر. جابوا الرواية. أولا دي رواية أحاد، خد بالك، رواية أحاد تخالف صريح القرآن، والرواية الأحاد إذا خالفت صريح القرآن تبقى شاذة. دي أول حاجة، دي استفتاح كده. طب نحاول نفهم الرواية دي ونخليها شاذة، نفهمها إزاي؟ أن أمه لا تحتاج لاستغفار حيث أنها لم تكن مكلفة بشرع،
فعلشان كده ربنا بيقول له ريح نفسك، مش مهم تستغفر لها. ادي فلم ياذن لي لعدم حاجتها الاستغفار. نفهمها كده؟ فهمت بقى ازاي؟ لكن هم لا يريدون ان يفهموا ذلك. لابد لكي تكون وهابيا ان تعتقد عندهم هلاك ابو النبي وام النبي. شيء عجيب الشكل، وكأن النار ضاقت على ابي النبي وامه. فهمت ازاي؟ فاياك ان تكون وهابيا، اياك اياك، لان هتبقى في خصومه بينك وبين النبي وبين ابائي واجدادي. فهمت بقى؟ الاصطفاء عند الله لا يكون الا بالايمان والتقوى، ولا يكون بالوجاهه ولا بالمال ولا بالابناء. الوجاهه عند الله بالتقوى. فلما اقول ان الله اصطفاني واصطفى كنانه واصطفى قريش واصطفى هاشم، يبقى كل دول مصطفين اخيار. والاصطفاء عند الله لا يكون الا بالتقوى، ولا يكون ايه؟ بالاموال والاولاد. وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عند الله زلفى. ربنا قال كده. فهمت بقى المساله؟ فاياك اياك ان تفهم ما فهمه الوهابيه الجهله بقدر النبي ومقام النبي، والجهل حتى بقدر المؤمن، فكفروه ثم قتلوه بعد ذلك. ايوه. ما هو اصطفى هاشم نفسه، لكن ابو لهب مش ابو النبي، مش في السلسله، ده عمه. السلسله اللي خرج منها النبي كلها مؤمنين. يعني هاشم انجب عبد المطلب، وانجب ايه؟ وانجب ايضا نوفل. مش فهمت ازاي؟ وانجب المطلب. انجب ثلاث اولاد هاشم، انجب المطلب ونوفل، وانجب كمان مين؟ ها؟ شيبة الحمد اللي هو عبد المطلب، اللي هو اشتهر بعد كده بعبد المطلب. نوفل اللي جاء منهم ايه؟ بني أمية. فهمت ازاي؟ الناجي من دول مين؟ عبد المطلب. ما قلناش المطلب، ما لناش دعوة، لكن هو المطلب ربما يكون ناجيا، المطلب كمان ربما يكون ناجيا، لأنه لم يبعث إليه رسول. لم يبعث إليه رسول، فهمت؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أبو لهب بعث النبي فكفر به، خلاص يبقى يروح في ده. فهمت بقى المسألة؟ لكن عارف لو أبو لهب مات قبل بعثة النبي كنا نحن ولا عليه ناجي. فهمت بقى المسألة؟ لأنه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهي دي المسألة. يجي يردوا علينا يقول لك ما عمرو بن لحي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول رأيته في النار، وعمرو بن لحي كان قبل بعثته. نقول له لأنه كفر، عبد الأصنام وساق الأصنام إلى الحرمين. لكن احنا نتكلم في من لم يسجد لصنم ولم يدعو إلى عبادة الأصنام. احنا بنتكلم في النوعية دي. هذه النوعية لا تعذب، لأنها لم تكلف بعد. فهمت بقى المسألة؟ وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إبراهيم بن طهمان قال حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. ودي برضو كرامة، أيما كرامة له صلى الله عليه وسلم، وإرهاص له لنبوته إن يبقى في حجر في مكة يسلم عليه. وهذا يدل على أن الله قد يخلق إدراكا في بعض الأحجار، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وأنه قد يخلق إدراكا في بعض النباتات. الشجرة استجابت لدعوة النبي وجاءت إليه مثلا، وربنا بيقول وإن من الحجارة لما يتفجر منها وإن منها لما يهبط من خشية الله. يبقى قد يخلق الله إدراكا في الجمادات، ومنها الذراع المسمومة التي تكلمت، وهكذا. فليس مستبعدا، هذا كله على سبيل الكرامة له والإكرام له وتعويده على أنه يسمع ما لا يسمعه الآخرون ويبصر بما لا يبصره الآخرون، حيث أن الله يؤهله بعد ذلك لأن يتصل به الملك صلى الله عليه وآله وسلم. باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق. أفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق.
أفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. قال كده مين؟ سيدنا إبراهيم اللقاني صاحب جوهرة التوحيد اللي هي أصلا بتشرح لطلبة الأزهر، فهمت؟ بشرح الشيخ البيجوري مقرر عليهم. وليه قال لك فمل عن الشقاق؟ عشان نبعد عن شقاق ابن حزم، لأنه قال أن النبي أفضل، هو وجبريل أفضل الخلق على الإطلاق، أما المفاضلة بينهما فليس عندي دليل أن أفاضل بينهم، فوقف عند هذا الحد. يعني وقف عند تفضيل سيدنا محمد على جبريل أو جبريل على سيدنا محمد، وقف، توقف. قال لك إيه؟ فمل عن الشقاق، يعني ما تمشيش ورا ابن حزم. فهمت؟ أدي معنى. باب تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق. وعن أبي قال حدثني الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا هقل يعني ابن زياد عن الأوزاعي قال حدثني أبو عمار قال حدثني عبد الله بن فروخ قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. هذه من أوليات نبينا صلى الله عليه وسلم المعروف. طب ليه بيقول أنا سيد ولد آدم؟ كون سيد ولد آدم ومعلوم أن آدم أسجد الله له الملائكة، يبقى هو أفضل حتى من الملائكة وأفضل من أبيه آدم. واضح؟ دي واضحة كده، لأن السيادة تدل على الأفضلية. أنا سيد ولد آدم. وليه اليوم القيامة؟ حيث أن يوم القيامة لا منازع له. لكن لو قلنا لبعض الناس دلوقتي في الدنيا إن أفضل خلق سيدنا محمد، يجي اليهود ينكر، ويجوا النصارى ينازعوا، ويجوا غير المؤمنين بسيدنا محمد ينازعوا، نقعد نسكت، هنعمل لهم إيه؟ يجي يوم القيامة بقى لا منازع له، تظهر الفضيلة. زي على نمط إيه آية لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. طب ما هو الملك له في الدنيا وفي الآخر، اشمعنى الوقت؟ حيث لا منازع له. الوقت بعض الكفار يقول لك لا أنا مالك، فهمت؟ بسبب كفره. فهمت بقى المسألة؟ فكون النبي يقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة يعني من باب أولى الآن، لكن حدد يوم القيامة حيث لا منازع له يوم القيامة، حيث يظهر سؤدده على جميع الخلائق. يذهب لآدم يقول لست لها، لنوح لست لها، كل الأنبياء تقول لست لها، هو الوحيد الذي يقول أنا لها، أنا لها، فيشفع في سائر الخلائق. فهم؟ وعلشان كده حدد هذا اليوم حيث لا منازع له صلى الله عليه وسلم. وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. أول من ينشق عنه القبر يعني أول واحد يبعث، وربنا بيقول كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، فكون في الإعادة يكون أول من يبعث النبي بأول من خلق هي روحانية النبي، لأن الإعادة تدل على البداية. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، فكون أول من ينشق عنه الأرض القبر يوم القيامة دليل على أنه أول من افتتح الله به الأكوان، لأن بداية إعادة الخلق صورة من بدايتها. فهمت؟ هذه نقطة مهمة قل من نبه عليها من الشراح. باب في معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال وحدثني أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فأتي بقدح رحراح. عارف القدح الرحراح اللي هو قريب القعر، قريب القعر واسع الفوهة، احنا نسميه الوقت مثلا تقول عليه زي طاسة، او تقول عليه مثلا ايه قزرونة، حاجة كده يعني صينية، يعني ده معنى الرحلح، مش عميق القعر، واسع يعني مش هياخد مية كتير. فهم؟ فأتي بقدح رحراح فجعل القوم يتوضؤون فحذرت ما بين 60 إلى 80. قال فجعلت انظر الى الماء ينبع من بين أصابعه، يعني النبي وضع يده في هذا الإناء الرحراح وفيه قليل من الماء، حتى في روايات قالوا كانت لا تغطي أصابعه، الماء حتى كان لا يغطي أصابعه من قلته. وبعدين الناس اجتمعت بقت تتوضأ والنبي وضع إيده،
لما توضع ما بين ايه الستين الى الثمانين، وفي روايات تانية الثلاثمائة لانها تعددت الوقائع مش مرة ولا اتنين ولا تلاتة. فكان نبع الماء من بين الاصابع الشريفة حدث في اكثر من الف موضع. قال فجعلت انظر الى الماء ينبع من بين اصابعي. وهذه خاصية لنبينا لم تحدث لنبي قط، ان الماء ينبع من بين الاصابع البشرية التي هي من لحم ودم. اما نبع الماء من وسط الاحجار فهذا مشاهد، زي ما سيدنا ابراهيم سيدنا موسى ضرب الحجر فانفجر. طب معادي الماء ينبع من الاحجار من وسط الاحجار، شيء غير مستغرب. لكن المستغرب ان ينبع الماء من بين اصابع الايه التي مكونه من لحم ودم، هذا غير المعتاد. وهذه خصوصيه لنبينا، ولذا قالوا افضل المياه ماء قد نبع من بين اصابع النبي المتبع، يليه ماء زمزم فالكوثر فنيل مصر ثم سائر الانهار. يبقى افضل مياه هي المياه اللي نبعت من بين الاصابع الشريفه صلى الله عليه واله وسلم. وعن ابي قال وحدثني اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء قال وحدثني ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب عن مالك بن انس عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاه العصر فالتمس الناس الوضوء. الوضوء بفتح الواو يعني الماء الذي يتوضا به بفتح، ما تقولش الوضوء بضم الواو، لان الوضوء الفعل ذاته فعل الوضوء، اما الوضوء ما يتوضا به. فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء يعني بكميه من الماء يعني، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الاناء يده وامر الناس ان يتوضاوا منه. قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. وعن أبي قال حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بالزوراء، قال والزوراء بالمدينة عند السوق والمسجد فيما ثمه، والمسجد فيما ثمه، ثمه يعني ايه هناك، وتطلق ثمه على القريب على المكان القريب يعني كانها ايه ظرف مكان يعني، والمسجد فيما ثمه. اما تحط هاء السكت فيها تبقى الماء المكان القريب، انما ما تشيل هاء السكت تقول ثمه المكان البعيد، يبقى ثمه بغير هاء سكت للمكان البعيد وثم بهاء السكت للمكان القريب. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا في سورة الإنسان. وإذا رأيت ثم يعني هناك للجنة، وجعلها بعيدة لأن هي بالفعل بعيدة فوق السماء السابعة، وأيضا بعيدة الرتبة يعني عالية المكان والمقام، فالبعد قد يكون في الرتبة وقد يكون في المكان. دعا بقدح فيه ماء فوضع كفه فيه فجعل ينبع من بين أصابعه فتوضأ جميع أصحابه. قال قلت كم كانوا يا أبا حمزة؟ قال كانوا زهاء الثلاثمائة. يجي واحد يقول لك هو رواية يقول لي 80 ورواية يقول لي 300، ده تناقض يا سيدي، تعدد الحادث. مرة كانوا 80 ومرة تانية بعد عدة أيام ولا شهور كانوا 300، تتعدد الوقائع. هو النبي اتوضى مرة واحدة في عمره؟ ده كانوا بيتوضوا كل يوم 5 مرات. تتعدد الوقائع. فهمت؟ فما يجيش واحد يقول في اضطراب في الرواية، مرة يقول 80 ومرة يقول 60 ومرة يقول 300، يبقى دي غباوة. اللي يدعي الاضطراب في الروايات يبقى غبي. مش مدرك أنها تتعدد الوقائع حيث أنه يتعدد الوضوء. مش الوضوء مرة في عمره. فنقول فيه اضطراب. فناخد بالنا من الردود، لأن الوقت في ناس قاعدة متربصة بالسنة. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالزوراء فأتي بإناء ماء لا يغمر أصابعه أو قدر ما يواري أصابعه، ثم ذكر نحو حديث هشام. وعن أبي قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين
قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن أم مالك كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في عكة لها سمنا. كانت بتهدي النبي في عكة. العكة هي عبارة عن قربة صغيرة تستعمل وعاء للسمن غالبا، وأحيانا يوضع فيها العسل. يبقى العكة عبارة عن قربة صغيرة وعاء للسمن أو العسل. كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها سمنا، فيأتيها بنوها فيسألون الأدمى. الأدمى يعني ما يوضع في الخبز ليؤكل. فيسألون الأدمى وليس عندهم شيء، فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم فتجد فيه سمنا. يعني كانت تجد العكة اللي كانت بتهديها للنبي حتى بعد وفاة النبي، كل ما أولادها يطلبوا هنا حاجة تروح تلاقيها مليان تديهم منه، وظلت ايه فيها هذه البركة ببركة ما كانت تهديه للنبي صلى الله عليه وسلم. فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته. عصرته يعني ايه؟ زي ما تقول استعجبت، هو ده ما بيخلص ده ولا ايه؟ فعصرته هتشوف فيه ايه. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عصرتيها؟ قالت نعم. قال لو تركتيها ما زال قائما. يبقى الانسان لما يقعد يحسد يتحسب عليه، لما يسيبها بلا حساب يرزق بلا حساب. انفق كما انفق عليك. انما اول ما الانسان يبتدي بقى عايز يحسبها يحسب عليك، يقول قاطع في المدى. فاهم؟ وعن ابي قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن اعين قال حدثنا معقل عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه، يعني يطلب منه طعام، فأطعمه شطر وسق وسق شعير. شطر وسق شعير يعني نصف وسق، والوسق 60 صاعا، فاداله 30 صاع، والصاع 2.5 كيلو، يعني حوالي 75 كيلو شعير. كويس. فأطعمه شطر وسق شعير، فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله. قعدوا ياكلوا منه ويخبزوا ياكلوا منه، لما تعجب الرجل ايه ده بيخلص ده، فكيله خلص زي العك نفس الحجاب حتى كاله. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو لم تكله لاكلتم منه ولا قام لكم، يعني مده عمركم، يعني لا قام لكم يعني مده بقائكم. وعن ابي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا ابو علي الحنفي قال حدثنا مالك وهو ابن انس عن أبي الزبير المكي أن أبا الطفيل عامر بن واثلة أخبره أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبره قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء. مثل الشراك يعني خيط رفيع، يعني عارف الشراك اللي هو رباط الحذاء، يعني بيطلع منها خيط رفيع من الماء، يعني قليلة الماء، يعني تبض بشيء من ماء يعني تسيل بشيء قليل من الماء. تبض يعني تسيل. قال فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا؟ قال نعم. فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم ليه عملتوا كده؟ مش أنا قلت لكم لا تمسوها؟ وقال لهما ما شاء الله أن يقول. قال ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء. قال وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يديه ووجهه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء منهمر، ببركة أنهم وضعوا فيها أثر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. أو قال غزير، شك أبو علي أيهما قال، حتى استقى الناس
ثم قال يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا، يعني حيمتلئ زراعة ببركة كثرة المياه. وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبي حميد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرسوها، فخرصناها وخرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، يعني مروا على حديقة فيها نخل والنخل ده فيه ثمر، فالنبي قال ايه قدروا الثمر ده لما يقطع ويكال يبقى قد ايه، يبقى الخرص هو تقدير كيل التمر وهو على رؤوس الايه النخل، ده الخرص نوع من التخمين بس يحتاج خبرة، واضح؟ فالنبي قال ايه اخرسوها، يعني خمنوا قدر تمرها اذا قطع وكيلة، فخرصناها كل واحد قال ايه رقم، وخرصها رسول صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لي هتجيب حوالي 10 أوسق، وقال احصيها حتى نرجع اليك ان شاء الله. مر في المرأة دي وهي ايه بتقطع النخل بتاعها الثمر بتاعه، فالنبي قال لها خلاص اجمعيها وكيليها واحنا راجعين هنعدي عليك نعرف كام. يبقى النبي بيدرب الصحابة على الخرص، لان الخرص بينبني عليه بعض الاحكام بعد ذلك، هنعرف في ابواب المعاملات. وقال احصيها حتى نرجع اليك ان شاء الله. وانطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم فيها احد منكم، يعني هتبقى في ريح شديده ما حدش يقف كله ينام، لان ممكن الريح الشديده في بعض الصحراء يعني تسوق الانسان تخليه يجري يطير حتى يصطدم بحجاره وصخور فيقتل ويموت. وعشان كده النبي شفقه بامته قال لهم كده ستهب عليكم ريح شديده فلا يقم فيها احد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله. فهبت ريح شديده فقام رجل ما سمعش كلام النبي، فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طي، ده في اليمن. وجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب، وأهدى له بغلة بيضاء، يعني وأهدى له مش في الواقعة دي، يعني كأنه بيقول والذي كان قد أهدى للنبي بغلة بيضاء قبل كده، فالواو هنا لمطلق اليه العطف ليس للترتيب او للمقارنه، لانه قد اهداها اليه سابقا كانه بيعرف بيه يعني. وجاء رسول ابن العلماء صاحب ايله، اللي هو ايه يعني ايه حاكم ايله، اللي هي دلوقتي بنسميها ايلات، الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب واهدى له بغله بيضاء، يعني وكان قد اهدى له بغله بيضاء قبل ذلك. فكتب إليه رسول صلى الله عليه وسلم وأهدى له بردا، يبقى النبي كان يقبل هدية ويرد مثله، أهدى له بردا، أرسل إليه بردا هدية. ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى، فسأل رسول صلى الله عليه وسلم المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها، فقالت 10 أوسق خرص النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قال. فقال رسول صلى الله عليه وسلم إني مسرع، فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث. فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة، فقال هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه. النبي لما خلص مهمته كان يحب المدينة، اشتاق إليها، فلما وصل لوادي القرى وعرف المعلومة الأوسق دي قال أنا مسرع، يعني إيه لا أستريح، لا أستريح إلا في المدينة، فانطلق وقال اللي تعبان يستريح براحته ويحصل. فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أشرف على طابة، يعني على النخل طابة وبقى قريب منها، قال هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه. ثم قال إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار بني عبد الحارث ابن الخزرج، ثم دار بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير. فلحقنا سعد بن عبادة فقال أبو أسيد ألم ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار فجعلنا آخرا،
فأدرك سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، خيرت دور الأنصار فجعلتنا آخرا، فقال: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال: حدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان حا قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا المغيرة ابن سلمة المخزومي قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا عمرو بن يحيى بهذا الإسناد إلى قوله: وفي كل دور الأنصار خير، ولم يذكر ما بعده من قصة سعد بن عبادة، وزاد في حديث وهيب: فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم ببحرهم، ولم يذكر في حديث وهيب: فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللي هو إيه اللي على أيلة يعني. ونقف على باب توكله على الله وعصمة الله تعالى له من الناس غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.